السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكورة مع الشنطوري. عندنا حلقة مثيرة مليانة صواريخ شنطورية، الأحداث تتصاعد في الأهلي وفي الزمالك وكأس العالم للأندية ودوري الدرجة الثانية والرابعة، وزي ما أنت عايز تقول تقول. طبعا مش هتنسى تحضر كوباية الشاي أو مج العصير وتحضر نفسك عشان تشنطر. البداية بسؤال الحلقة، من يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك من طلائع الجيش بالأمس 3-2؟ طبعا آرائكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة الكرة مع الشنطوري، وفي الفقرة الجاية إن شاء الله هنقرأ تعليقات السادة المشاهدين، ولو حد حابب يعمل معانا مداخلة تليفونية هنستقبل المكالمات كلها، والحلقة هتكون مفتوحة للنقاش. الأهلي فريق يجبرك على الاحترام او احترامه. الاهلي يفوز للمره السادسه تواليا او 6 ماتشات في الدوري ب 18 نقطه، العلامه الكامله، تسديده صاروخيه عبر بها الحدود لعمرو السوليه. الاهلي منذ عام 2004 2005 لم يحقق هذه الانطلاقه. فايلر يكتسح كل الارقام، فايلر يسير على درب مستر مانويل جوزيه. الاهلي يستعد بكل جديه طبعا لمباراه النادي الاسماعيلي. مش عايز اتكلم كتير عن مباراه الاهلي مع الحدود لان هي قتلت بحثا في الكلام، ولكن الاهلي اثبت انه فريق عنده عزيمه، عنده صبر، عنده رجاله في الملعب. طلائع الحدود بيدافع بال 11 لعيب قدام ال 18 90 دقيقه كامله، ما عملش ولا هجمه مرتده، قفل الملعب. مباراه خنيقه جدا لحرس الحدود، ولكن الاهلي نجح انه يفك الطلاسم بده بتنويع اللعب سواء من اليمين سواء من الشمال، وطبعا تصويبات من العمق، ونجح السوليه ان هو يفك الاشتباك. طبعا الاهلي المباراه القادمه عنده الاسماعيلي يوم الخميس القادم، مباراه صعبه. الاسماعيلي استفاق طبعا بفوز على اف سي مصر بهدف نظيف، هتكون مباراه صعبه لان احنا عارفين ان ده ديربي ما بين الاهلي والاسماعيلي، مباراه طبعا بتتسم بالقوه والاثاره والنديه. ما ننساش كمان ان الاهلي عنده يوم الاثنين اللي بعد بقى الجمعه هيكون لقاء القمه واقعيا حاليا في الدوري المصري ما بين الاهلي المتصدر وسيد البلد او الاتحاد السكندري اللي بيحتل المركز الثاني بجداره بعد فوزه على المقصه 3-2. الاهلي بقى عنده غيابات للاسف. رمضان صبحي هيغيب عن مباراه الاسماعيلي لان عنده شد في العضله الخلفيه، هيغيب لمده شهر ونص لشهرين. الف سلامه لرمضان. كمان احمد فتحي اصيب بتورم في قدمه، وللاسف كمان خبر برضه سيء ان عمرو السوليه كمان مصاب، وبالتالي هناك 3 اسماء مؤكد استبعادهم من مباراه الاسماعيلي قوه ضربه للنادي الاهلي. ولكن فايلر عود النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي انه بيصنع التوليفه السحريه داخل الملعب وبيستطيع حصد النقاط، ومش بس كده وكمان الاهداف. اخر خبر عن الاهلي بيقول ان النادي الاهلي يتفاوض مع نادي لوزيرن السويسري لشراء المهاجم النيجيري اليكي. الاهلي عارض 2 مليون دولار وازارو، والنادي السويسري عايز 3 مليون دولار. هل تكتمل الصفقه؟ طبعا دي بناء على رغبه مستر فايلر، وطبعا بنبارك للنادي الاهلي حصوله على توقيع الفولت العالي محمود كهربا. من الاهلي للزمالك، من الانتصار للانكسار. الزمالك يتلقى هزيمه مفاجاه من طلائع الجيش على يد الكابتن المحترم طارق يحيى 3-2 في مباراه ولا اسوأ للزمالك، وهي الهزيمه الاولى لمستر كارتيرون مع الزمالك. اينما تبحث عن الارقام سواء في الدوري المصري او في افريقيا عموما تجد اسم الزمالك مرتبط بالارقام. الجيش يحقق اول فوز له في الدوري على الزمالك. سبقه انبي بتحقيق اول فوز له في الدوري على الزمالك. سبقهم الاثنين نادي اف سي مصر اللي حصل على اول نقطه ليه في الدوري من الزمالك. اول خساره للزمالك كانت امام انبي على ايد حلمي طولان، وتاني خساره للزمالك من الجيش على ايد طارق يحيى. اذا ابناء الزمالك هم اللي بيفوزوا على الزمالك، او هم اللي عارفين كلمه السر افتح يا شباك الزمالك بتفتح على طول. طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا العيب فين. والله يا جماعه كلكم عارفين العيب فين، وانا اولكم. كلنا اللي بيتفرج عليا واللي في الاستوديو واللي قاعد معايا كلنا عارفين العيب فين. طبعا العيب في اللعيبه. اللعيبه بتتمرد، لعيبه ماضي عقود بمليون واتنين، لا كل واحد دلوقتي عايز 5 وعايز 8. محمد عبد الغني واشاعات قويه طالعه ان محمد عبد الغني عايز
8 مليون في السنه وهو عقده ب 3 مليون وعايز يعدل العقد. عبد الله جمعه نفس الاشاعات، طارق حامد عايز يحترف، محمود علاء عايز يحترف، النقاز وفسخ عقده، فرجاني ساسي ومش هو ده خالص فرجاني ساسي بتاع السنه اللي فاتت. فرجاني ساسي بيلعب لا مبالاه تماما في الملعب خالص، الوحيد يمكن اللي بيحاول او هما اتنين بن شرقي ومصطفى محمد، اما باقي الفريق فغياب تام. عبد الشافي لعنه بيراميدز بتصيبه، بيتالق في ماتشات بيراميدز ثم بعد ماتشات بيراميدز بتلاقي عبد الشافي ده واحد تاني خالص. الزمالك عنده مشاكل كتير في الملعب، الزمالك عنده برغم ان هم قايل 28 او 29 لعيب في قائمته تحس ان قائمه الزمالك فاضيه، يعني الزمالك لا يملك باك يمين مع حازم، الزمالك لا يملك ارتكاز مع طارق حامد وفرجاني غير محمد حسن طبعا لاصابه محمود عبد العزيز. الزمالك كمان لا يملك راس حربه صريح غير مصطفى محمد، لان عمر السعيد زي ما قلت لحضراتكم وجهه نظري الشخصيه ان هو احسن مكان ليه في الملعب هو قلب الدفاع وليس المهاجم، اما ابو طيب فعلامه استفهام. معانا نجم من نجوم طلائع الجيش السابقين، الهداف التاريخي لنادي طلائع الجيش، الكابتن انور مسعود. مساء الشنطره يا ابو الكباتن. كابتن انور. ايوه مع حضرتك. مساء الشنطره يا كابتن انور. اتفضل يا كابتن انور. معاك انا. انت الهداف التاريخي طبعا لطلائع الجيش، بنقول لك مليون مبروك على ماتش امبارح عن جداره واستحقاق. الله يبارك فيك، الله يخليك، وصراحه يعني الفرقه كانت عامله ماتش هايل، ماتش ممتاز. كابتن انور كلمنا على ارقامك مع طلائع الجيش، انت حضرتك الهداف التاريخي للفريق. لا والله هو الهداف التاريخي طبعا طبعا الكابتن والنجم الكابتن بابا اركو. بابا يعني اركو الغاني. كان هو رقم واحد والهداف التاريخي للطلائع وانا بعد منه. تمام، انت حضرتك دلوقتي مدرب طبعا ببراعم نادي سموحه. ان شاء الله ان شاء الله موجود في نادي سموحه. ان شاء الله تقدر تخرج اجيال واجيال، ان شاء الله يكون امتداد لحضرتك في الملاعب. لو سريعا كده اقول لك مين يتحمل مسؤوليه خساره الزمالك امبارح من وجهه نظرك يعني؟ او العيب فين؟ بلاش سيبك من الماتش خالص، العيب فين؟ في نادي الزمالك. والله بص، نادي الزمالك يعني انا اللي انا شايفه مفيش فروق صريح. يعني مفيش غير مصطفى محمد. ده الفروق الصريح، نص الملعب يعني انا مش عارف، كانوا تايهين امبارح، في استعجال من نص الملعب، في استعجال وخصوصا بعد الجون اللي دخل الاول اللي دخل بدري قوي، فده خلاهم يستعجلوا الكوره. لا انا بكلمك عموما عموما، انت شايف المشكله في نادي الزمالك فين عموما؟ مسيبك من ماتش امبارح. والله المشكله هي مش مشكله واحده، هي كذا مشكله يعني. نادي الزمالك في كذا مشكله يعني، كم ماتش اتفرجت عليهم في نادي الزمالك، لا في عيوب، في عيوب كتير مش عيب واحد يعني. انت شايف ان كارتيرون ممكن ينجح في الاجواء دي؟ والله بص انا ما تقدرش تحكم عليه في ماتش او اتنين او ثلاثه يعني. ان هو الراجل كسب ثلاث ماتشات وخسر الماتش بتاع طلائع ديت يعني، بالنسبه لاي مدرب دي معادله برضه مش وحشه. اكيد ده لسه اول هزيمه ليه، ما تقدرش لازم تهيأ الاجواء كويسه ان هو يعرف يشتغل. المدرب دوت يعني السي في بتاعه ما شاء الله عليه يعني. لازم تبقى الاجواء كويسه واللعيبه كويسين مع بعض عشان يعرفوا يأدوا. كابتن انور توقعاتك، هل نقدر نقول ان درع الدوري اقترب من الجزيره من الاسبوع الثامن؟ انا مش سامع كويس. بقول لحضرتك هل اقترب درع الدوري من الجزيره من الاسبوع الثامن؟ الو 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 الو، بقول لحضرتك لا كابتن، بتتوقع ان الاهلي خلاص بنسبه كبيره حسم درع الدوري من بدري كده؟ لا لسه لا لسه 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 لا لسه ده لسه في الاسبوع الثامن. لا لسه 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 بدري يعني. لا لا لسه بدري لسه بدري، ما اتحسمش يعني الدوري يعني. اي نعم الاهلي صراحه ما شاء الله يعني، ما حدش موقفه. بس لسه برضه يعني الفرق برضه يعني، قدامك ماتشين ثلاثه وهتشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. انما دلوقتي لا، صعب صعب ان انت تحدد. كابتن انور الاهلي ما حدش عارف يوقفه. كابتن انور بنشكرك شكرا جزيلا، بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله تكون ضيفنا في احد الحلقات القادمه، ومساء الشنطره على حضرتك. شكرا شكرا. نتائج بقى الاسبوع الثامن من الدوري المصري، انبي يحقق الفوز الثالث على التوالي بعد فوزه على النادي المصري بهدف نظيف، والمصري يتالق افريقيا ويتراجع تراجع شديد جدا محليا. بيراميدز، ماذا يحدث لبيراميدز؟ ثالث مباراه على التوالي، تعادل مع اسوان 2-2 ثم هزيمه من الزمالك 2-0 ثم يخسر اليوم من الجونه 3-2.
المفارقة بقى يا جماعة إن الجونة ما بيكسبش في الدوري إلا يا الزمالك يا بيراميدز. يعني الجونة ما بيفوقش، الجونة تقريبا ما كسبش إلا مباراة واحدة. والنهاردة بعد تغيير المدرب وإقالة نيبوشة وتعيين الكابتن رضا شحاتة، الجونة بيفوز على بيراميدز في بيراميدز 3-2 بهدف لبواليا في الدقيقة 95 من المباراة. شوف الإصرار، شوف الرجولة. طبعا تحية كبيرة جدا للكابتن رضا شحاتة اللي قدر إن هو في مباراة واحدة يرفع من الروح المعنوية اللعيبة. طبعا ما نقدرش نقول ان هو ليه بصمة واضحة طبعا، لان هو دي أول مباراة فنية ليه، ولكن شغل أو الروح المعنوية كانت مرفوعة جدا، ونجح ان هو يهزم بيراميدز. وطبعا بيراميدز توقف رصيده عند 12 نقطة، وأعتقد منافسته على الدوري أصبحت صعبة جدا في ظل فقده حوالي 11 أو 12 نقطة في أول 8 أسابيع. سموحة بيهزم أسوان بهدف نظيف لناصر ماهر، وأسوان بيضيع ضربة جزاء في الدقيقة 95 بيتألق لهاني سليمان ويصدها، وطبعا احداث مؤسفه في المباراه، واتحاد الكوره يقرر ايقاف الكابتن ابراهيم حسن 6 ماتشات للاعتراض، والكابتن حسن مصطفى 8 ماتشات. الانتاج الحربي يعود لسكه الانتصارات ويخطف ابناء السيد البدوي في طنطا بهدف نظيف، اما دجله فيحقق اول فوز له هذا الاسبوع على المقاولون العرب بهدف نظيف، ويوقف مسلسل انتصارات الكابتن عماد النحاس والمقاولون العرب. والمفارقه العجيبه كل منافسي الاهلي بيخسروا، المقاولين بيخسر، الزمالك بيخسر، بيراميدز بيخسر، ما عدا منافس واحد وهو المنافس الابرز طبعا حتى الان، وهو سيد البلد وسيد العرب الاتحاد السكندري اللي بيحقق فوز عن جداره واستحقاق على نادي المقاصه في القاهره 3-2، هدفين لرفعت المتالق وهدف للايفواري الفيل سيسي، نجم كبير سيسي ورفعت، وكابتن طلعت يوسف شابوه، كابتن محمد ابراهيم وباقي الجهات شابوه. الاتحاد السكندري بيسير بخطه ثابته زي ما قلنا من بدايه الموسم، سواء في البطوله العربيه، سواء في كاس مصر بيكسب النصر وهيلاعب اسوان، وسواء طبعا في الدوري هو فرق بينهم وبين الاهلي نقطه واحده. وطبعا مباراه الاثنين القادم مع الاهلي هتكون مباراه القمه على ارض الواقع طبعا في الدوري. الاهلي 18 سيد البلد 17، الفائز منهم يحسم رسميا تصدره الجدول الدوري في سنه 2019، انتظارا بقى لاستكمال المسابقه ان شاء الله في 2020. ما ننساش طبعا نحيي مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري بقياده المحترم الكبير الاستاذ محمد مسلحي ومجلسه اللي بيوفر زي ما بيقولوا كده لبن العصفور، هو للامانه يعني بيوفر كل حاجه كل سنه، ولكن دايما انا ليا زي ما اقول التوفيق وعدم التوفيق. نتمنى مزيد من الانتصارات والتوفيق لنادي الاتحاد. ومعانا مداخله هدفيه من الاستاذ شريف منصور امين الاعلام بمحافظة اسكندرية بحزب مصر بلدي. مساء الشنطرة يا استاذ شريف. يا اهلا وسهلا بسعادتك. حبيبي ربنا يخليك. الله يخليك. مبروك على البرنامج والله ينور على سعادتك. ربنا يخليك. لو سمحت توطي صوت التلفزيون شوية بس. طب ثانية واحدة. استاذ شريف. استاذ شريف. الو الو. شكرا استاذ شريف، قطع قطع رجع. الو استاذ شريف. الو مع حضرتك. استاذ شريف بظيفتك اسكندراني بقى وامين الاعلام في اسكندريه، يا ريت تقول لنا ايه رايك في الاتحاد السكندري هذا الموسم. هو الاتحاد السكندري طالما القياده فيها قبطان بيعرف ازاي يمشي السفينه، فكلنا بنطمن لاسكندريه بالكامل. الاتحاد السكندري يعني هي مدينه اسكندريه وهي محافظه اسكندريه وهي كل حاجه بالنسبه لنا، هو نادي الاتحاد السكندري. فطالما موجود القبطان محمد مسلحي يبقى فعلا احنا بنطمن ان في حاجه اسمها نادي الاتحاد السكندري يعود امجاده في كره القدم والباسكت وجميع الالعاب. طبعا ايام سعيده بتعيشها مدينه الاسكندريه بالكامل بعد انتصارات الباسكت طبعا البطوله العربيه ودوري المرتبط للباسكت، وتالق فريق الكوره اللي ماشي بخطه ثابته ما شاء الله في كاس مصر وفي البطوله العربيه، ونتمنى له التوفيق طبعا في مباراه الاسماعيلي. البطوله العربيه اللي بيحييها اساس قبطان السفينه، لان هو فعلا عرف يجيب مدرب صح وعرف يعمل إدارة صح وعرف يعمل احترافية صح داخل النادي، وبدون أي تدخل خالص السفينة ماشية علشان بيقودها قبطان فعلا اسمه محمد مسلحي. فإحنا كلنا بنكاتف
القبطان محمد مسلحي عشان نادي الاتحاد فعلا رجع لامجاده في الباسكت، في القدم، في البطوله العربيه، في كاس مصر، في الدوري العام. نادي الاتحاد السكندري النهارده هو المنافس للنادي الاهلي تاني الدوري العام. كنت لسه هقول لحضرتك توقعاتك ايه لمباراه القمه بقى على ارض الواقع ما بين الاهلي وسيد البلد يوم الاثنين القادم ان شاء الله. بقول لحضرتك كده مليون في مية احنا معانا مدرب مخضرم، ورغم قوة الاهلي في الست ماتشات وال 18 بونت دولي، انا بقول لك نادي الاتحاد هيفجر مفاجأة، وباذن الله اسكندرية كلها هتفرح. وخلي بالك الاتحاد الماتش في القاهرة، والاتحاد متعود بيكسب 4 في القاهرة. احنا من ايام البابلي والجارم وكاس 73 وكاس 75 احنا بنتفائل باستاد القاهرة. حبيبي يا استاذ شريف، ودايما كده مشرفنا بمداخلاتك، وبنشكرك شكرا جزيلا، وربنا يديك الصحه والعافيه. باذن الله للبرنامج، وباذن الله للاتحاد السكندري. شكرا شكرا. ونتمنى الفوز باذن الله. حبيبي حبيبي، مساء الشنطره يا استاذ شريف. كده اخبارنا عن الدوري المصري هذا الاسبوع، قلنا جميع الماتشات طبعا. الزمالك خسر من طلائع الجيش 3-2، والاهلي عبر الحدود زي ما قلنا بهدف لعمرو السولية. نخش بقى على دوري الدرجه الثانيه، الاثاره والمتعه وفاركو يفجر المفاجاه في مجموعه بحري، يتصدر الدوري عن جداره واستحقاق بعد فوزه النهارده على الرجاء 3-0. طبعا بيقود فاركو الدكتور احمد عاشور المدير الفني الكوف المحترم وجهازه. فاركو هذا الموسم يسير بخطى ثابته تماما. نتائج هذا الاسبوع، المحله يفوز على بلدية المحلة بقيادة الكابتن طبعا خالد عيد على كابتن رضا عبد العال في مباراة درب الفلاحين أو درب الغضب زي ما بيسموه في المحلة، 2-1 في مباراة شهدت طرد 3 لاعبين والكابتن رضا عبد العال. المحلة يصعد للمركز الثاني ب 17 نقطة. الأولمبي يعود بنقطة من ملية كفر الزيات بعد التعادل بهدف مقابل هدف، ودمنهور يسقط على ملعبه أمام المنصورة 2-3. اما ديكرنس او ديكيرنس بقى بيفوز على ابو قير الاسمده 2-1. اما غرائب وعجائب كره القدم في مصر فهي في مباراه الحمام وبيلا، حيث ذهب فريق بيلا الى ملعب الحمام ونزل الى الملعب 7 لاعبين فقط، بقيه الفريق ما راحش لان هم ما خدوش مستحقاتهم. ثم بعد بدايه المباراه بخمس دقائق احد لاعبي بيلا سقط على الارض، طبعا ما عندوش حاجه، وهو كان هو ادعى الاصابه عشان الحكم طبعا، وخرج من الملعب فبقوا 6، وبالتالي طبعا المباراه لم يتم استكمالها، والحكم طبعا صفر وانهى المباراه، وده طبعا ما بيحصلش غير عندنا احنا هنا في مصر. دوري طبعا، قبل ما نتكلم على دوري ابطال اوروبا عايز اكلمكم ان عبد الله السعيد ومن جوهر السعيد يسعد بيصل للهدف 97 في مسيرته في الدوري المصري. عبد الله السعيد النهارده احرز هدفين، وهم طبعا خسروا من الجونه 3-2، لكن عبد الله هو اللي احرز الهدفين. عبد الله السعيد 97 هدف في الدوري المصري على بعد 3 اهداف فقط من دخول نادي ال100. عبد الله السعيد 50 هدف مع الاهلي، 36 هدف مع الاسماعيلي، و11 هدف مع بيراميدز. طبعا عبد الله السعيد لعيب قيمه وقامه، هناك اشاعات عن قرب انتقاله للزمالك مع نهايه الموسم، خاصه ان ده اخر موسم ليه مع بيراميدز. هنشوف الاحداث هتروح بينا لفين. معانا كمان نجمنا محمد صلاح يصل الى الهدف 84 في مسيرته مع ليفربول خلال 126 مباراه، ليتخطى فرناندو توريس 81 هدف في 144 مباراه، ويتخطى كمان لويس سواريز نجم برشلونه 82 هدف في 133 مباراه. يعني صلاح اقل منهم في عدد الاهداف، ولكن هو جايب اهداف اكتر منهم. اذا صلاح بيحطم الارقام، وكان لسه من قريب واصل لهدف 200 في مسيرته، دلوقتي اصبح 202 بعد ما احرز هدفين في المباراه الاخيره اللي فاز بيها فريق ليفربول. دوري ابطال اوروبا والقرعه ناريه، معانا 8 مواجهات ناريه. ليفربول يصطدم باتلتيكو مدريد، مباراه من العيار الثقيل. فالنسيا يصطدم باتلانتا الايطالي، اعتقد مباراه متوسطه. ريال مدريد والمان سيتي ضرب نار. جوارديولا يترنح في الدوري، زيدان مش مستقر قوي. برشلونه بيتعادل في الدوري مع سويسداد 2-2، ريال مدريد برضو بيتعادل في الدوري
مع فالنسيا 1-1 بهدف في اللحظه في الدقيقه 95 او في اللحظه الاخيره لكريم بنزيما بعد خروج من كورتوا في الدقيقه الاخيره طبعا من عرضيه ضربها بدماغه ردت من الدفاع نجح بنزيما انه يتعادل عشان بكره طبعا هنتفرج على مباراه الكلاسيكو كلاسيكو الارض ما بين برشلونه وريال مدريد. الفريقين طبعا احرزوا 35 هدف 35 نقطه لكل فريق والاثنين في المركز الاول لكن برشلونه بفارق الاهداف. كمان بقيه الماتشات معانا دورتموند هيواجه باريس سان جيرمان مباراه من العيار الثقيل ايضا تشيلسي وبايرن ميونخ مباراه من العيار الثقيل توتنهام ولايبزيج ومورينيو ولعبته في دوري الابطال برشلونه يواجه نابولي بقياده جاتوزو بعد اقاله كارلو انشيلوتي وليون يواجه يوفنتوس. قبل ما نطلع بقى تقرير هيكون معانا النهارده نجمنا في الحلقه نجمنا سرعته طياره صنع اهداف كتير بغزاره نجمنا مهاراته كانت جباره نجمنا تصارع عليه الاهلي والزمالك بس ما راحش لحد فيهم يا خساره نجمنا هو نجم انبي وبتروجيت والمقاصه وناشئ الاهلي السابق الطياره محمد ابراهيم طياره. طبعا هنستضيف الكابتن محمد ابراهيم طياره بعد التقرير اللي هنطلع عليه. طبعا التقرير هيكون عن نادي المجد نادي المجد في دوري الدرجه الرابعه ومباراته مع ام في بي اللي انتهت طبعا كانت قمه دوري الدرجه الرابعه ويحكمها الكابتن سعيد حمزه الحكم المعروف في الدوري المصري انتهت بفوز ام في بي 2-1. هنطلع للتقرير طبعا هنشوف ملخص للمباراه والاصابات اللي حدثت في المباراه اصابات خطيره جدا ولكن كابتن محمد كابتن سعيد حمزه للاسف ما وقفش المباراه عايزين نعرف هل ده صح ولا ده غلط. طبعا تحكيم ليه وعليه بنكن كل التحكيم المصري للاحترام للتحكيم المصري ولكن احنا بس بنحب نوضح ونضع نقاط فوق الحروف. قبل ما اطلع للتقرير عايز اقول لحضراتكم ان رئيس قطاع الناشئين بنادي المجد وهو صديق شخصي ليا وهو الكابتن احمد صالح تقدم بفكره لرئيس مجلس الاداره وهو الاستاذ اسلام الصياد رئيس مجلس اداره نادي المجد عن طريق تكوين منتخب لنادي المجد من قطاع الناشئين حتى الفريق الاول والفكره لاقت اعجاب الاستاذ اسلام الصياد وطبعا الكابتن احمد صالح هو اصغر رئيس قطاع ناشئين في مصر شابوه لهذا الرجل الاستاذ اسلام الصياد وللكابتن احمد صالح. هنطلع بقى نشوف تقرير عن مباراه نادي المجد ونرجع نستقبل ضيفنا الطياره محمد ابراهيم طياره. Hello!
اهلا بحضراتكم بعد التقرير، واحب ان انا ارحب بضيفي اولا الكابتن محمد ابراهيم طياره، طبعا نجم انبي وبتروجيت وناشئ الاهلي السابق ومنتخب مصر الاول مع الكابتن حسن شحاته، ومنتخب العسكري حصل على 3 بطولات كاس عالم عسكري مع المنتخب العسكري، ووصيف مره واحده حصل على 3 بطولات عربيه مع المنتخب العسكري، انضم طبعا لمنتخب مصر الاول مع الكابتن حسن شحاته، لعب 33 مباراه دوليه و6 مباريات وديه. كابتن محمد ابراهيم طياره حصل على 2 كأس مصر مع نادي انبي، 2005 مع المرحوم الكابتن طه بصري، و2011 مع الكابتن شيخ المدربين الكابتن مختار مختار، حصل كمان على وصيف كاس مصر مرتين امام الزمالك وامام حرس الحدود. نجمنا الطياره الكابتن محمد ابراهيم طياره، مساء الشنطره يا كابتن. مساء الورد يا كابتن شنطوري، وليا شرف ان انا اكون موجود مع حضرتك. حبيبي يا كابتن، طبعا انتوا عائله كرويه، وبنقول الف سلامه للكابتن احمد ابراهيم اخو حضرتك، طبعا كان اصابه من اسبوع او اسبوعين كده، طمنا عليه تمام. والله الحمد لله، كان احمد عنده ماتش مع صيد المحله في كفر الشيخ دلوقتي، ففي كوره مشتركه كده حصل اصابه بلع في اللسان، دخل كده في غيبوبه شويه، بس الحمد لله دلوقتي بخير يعني، ولعب المباراه اللي فاتت الحمد لله. سلامه على سلام حضرتك، سلامتنا وتحياتنا. ربنا يخلي حضرتك. استاذن حضرتك في التقرير بتاع نادي المجد، طبعا لفته طيبه جدا ان يكون رئيس نادي المجد ورئيس نادي ام في بي الاستاذ اسلام الصياد رئيس نادي المجد، والاستاذ والمهندس محمد التراوي رئيس نادي ام في بي، ان الاثنين ينزلوا قبل بدايه المباراه ويجتمعوا بلاعبي الفرقتين مع بعض، دي الروح الطيبه اللي احنا نتمنى اللي هي تسود ما بين الانديه، وطبعا ده بيدل على مدى الرقي والاحترام لهؤلاء الاشخاص وطبعا المنظومه اللي بيعملوا فيها كلهم. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا بس عايز اسال سؤال يعني حد يجاوبني عليه كتحكيم. نمره واحد في الفيفا سلامه اللاعبين اهم من اي شيء. احنا عرضنا فيديو دقيقه، اتنين ارتطموا ببعض في الدماغ، الاتنين دول فيهم واحد بتاع ام في بي الحمد لله قام وكمل، اللاعب بتاع المجد جاله ارتجاج في المخ. المشكله مش في كده، المشكله ان الحكم وحكم كبير الكابتن سعيد حمزه ده بيحكم ده بيحكم دوري ممتاز، مشى اللاعب يعني، اتنين ارتطموا ببعض مشى اللاعب. الكره الثانيه في الدقيقه 95 وكانت النتيجه 1-1، اللاعب بتاع المجد سقط على الارض جاله خلع في الكتف وبيصرخ تمام، فالحكم برضو اللاعب بتاع ام في بي حط الكوره وجري جاب اتحسبت بلان وكسبوا بيها المباراه. طبعا انا لا اقلل من انتصار ام في بي، استحقوا الفوز ده لا شك فيه، ولكن فريق المجد انت كحكم ده ماتش قمه في البطوله يعني، فريق المجد ما بيضيعش وقت واللاعب عمال يصرخ وطلعوه على النقاله واعتراضات بالجمله. عموما معانا الكابتن جمال بشير الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق عشان ناخد رايه تحكيميا فيما حدث. مساء الشنطره يا كابتن جمال. مساء الشنطره يا كابتن. حبيبي يا كابتن، معانا الكابتن محمد ابراهيم طياره، طبعا نجم انبي وبتروجيت. اهلا بيكم بالكابتن محمد ابراهيم طياره. اهلا كابتن، اهلا بحضرتك. كابتن جمال، عايز استاذن حضرتك، انت اتفرجت طبعا معانا على اللعبتين. شفتهم. استاذ محمد سمير استاذنك تعرض لنا اللعبتين مره ثانيه عشان الكابتن جمال. يا ريت. كابتن جمال، اللعبه الاولانيه هي بتتعرض دلوقتي قدام حضرتك، اتنين لعيبه ارتطموا ببعض في الهواء واللعبه مشيت والحكم ما صفرش، ده رايك ايه تحكيميا ايه؟ كابتن جمال. ايوه. اللعبه بتاعت اللاعبين اللي اهي هي شغاله اهي اهي، شايفها؟ اتنين لعيبه. ايوه شايفها. اتنين لعيبه خبطوا راسهم في بعض، واحد جاله ارتجاج في المخ، الحكم كمل اللعبه، ده صحيح في الكوره في القانون؟ لا، هو الاتحاد الدولي طبعا بينص في كل قوانينه اولا على السلامه اولا، فاللعبه دي طالما حصل ارتدام في الدماغ بالذات يجب ايقاف اللعب فورا حتى لو ما فيهاش خطا. طيب، فدي كان لازم الكابتن سعيد حمزه يوقف اللعب فورا لان الدماغات دي خطيره جدا. طيب ده واحد. اتنين، اللعبه الثانيه بقى، ويا استاذ محمد لو سمحت وقفها لي عند اللعيب لما وقع في الارض. كابتن جمال، اللعيب وقع في الارض بيصرخ وجاله خلع في الكتف وتم شيله على النقاله طبعا بعد ما الكابتن اللعبه استؤنفت بسرعه من اللعيب بتاع ام في بي، واللعبه دي اتحسبت بلانتي في الدقيقه 95 وكسب بيها ام في بي. انا لا اقلل من انتصار ام في بي، يستحق الانتصار، لكن انا بتكلم كتحكيميا، انت كحكم ولعيب بيصرخ في الدقيقه 95، وخلي بالك المجد كان متعادل في الدقيقه 90 والمجد والام في بي بيلعبوا على المكسب، يعني مفيش مش عايز اقول ايه، الحكم مش عارف مثلا ده بيضيع وقت رايك ايه؟ بص يا استاذ محمد، اللعبه دي الخطا على اللاعب اللي داخل من ورا. ايوه، هو لابس الفانيلا الزرقاء. تمام. لو انت حضرتك كملت اللعبه هتلاقي ان الكابتن سعيد حمزه ارجع تاني يا استاذ محمد صباح على انها فاول. ايوه، ولكن لعيبه الفرقه الحمراء
لعب الكره مباشره، فما كانش ينفع الكابتن سعيد يوقف اللعب، انه ما كانش يتخيل ان في خلع لان اللي داخل والازرق. طب انا هسال حضرتك سؤال، يا ريت تجيب لي اللعبه يا استاذ محمد. وقف لي، وقف لي يا استاذ محمد عند اول ما هيبداوا يلعبوا الكوره، وقف لي كده. بص كابتن جمال معاك، هل اللعبه اتلعبت من مكانها؟ في نص الملعب اللعبه ممكن تتحط وتتلعب بسرعه في مكان مش شرط يكون في مكانها قوي. الاتحاد الدولي بيشدد انك انت عشان تلعب الكره من مكانها بالظبط اللي تكون فيها خطوره على المرمى، يكون هيسجل منها هدف مباشره يعني عند منطقه خارج منطقه الجزاء ومواجهه للمرمى، هي دي لازم يقف عشان اللعيب ياخد ال 10 متر بتوعه. لكن في نص الملعب الاتحاد الدولي عشان يسرع اللعب فمن حق اللعيب ان يحط الكره ويلعب بسرعه، ودي شفناها كتير اعتقد في الدوري الممتاز السنه دي. هو اللعيب لعيبه الفرقه الثانيه وما كانش حد تهيألي يتخيل ان اللاعب اللي وقع دوت حصل له خلع في الكتف، لان هو اللي كان داخل مندفع هو اللي كان الفاول عليه. الفرقه الثانيه حطت الكره ولعبتها، والكابتن سعيد انا بحييه على الماتش على فكره، انا كنت شفت الماتش دوت وكان عامل ماتش كويس. فاللعبه هنا اما حطوها لعب ما كانش يقدر يوقف عشان تكافؤ الفرص. كابتن محمد عايز توضح حاجه للكابتن جمال؟ لا لا يا كابتن خالص حبيبي. يا كابتن جمال بشكرك شكرا جزيلا ومساء الشنطره. مساء الشنطره احمد. كابتن محمد جاهز؟ كابتن حضرتك، من يتحمل مسؤوليه خساره الزمالك بالثلاثه من طلائع الجيش؟ المنظومه كلها، يعني مش هقول حد بعينه، اللعيبه ومجلس الاداره كله بيشيل الخساره، كله بيشيل. اول ناس بيصعبوا عليا في القصه دي جمهور الزمالك. يعني الفتره اللي فاتت نادي الزمالك محدش فاهم له حاجه، يعني بيمشي على سطر ويسيب سطر زي ما بيقولوا بلغه بالبلدي. يكسب ماتش يفوق جمهور، جمهوره يبدا يبقى عنده امل، يجي الماتش اللي بعديه يخسر بدون اي مبررات. فانا شايف ان المنظومه كلها من اول المستشار مرتضى منصور لغايه اللعيبه كلها تشيل الموضوع. لو قلت لك رتبها لي، اللي بتحمل بنسبه اكبر ثم اقل ثم اقل. رقم واحد اللعيبه في جميع الاحوال، يعني رقم واحد اللعيبه. اللعيبه هو اللي بيلعب، المدرب ما عليه ان هو بيحط خطه، مجلس اداره بيحاول يهيئ لك مجال مناسب ان انت تقدر تشتغل. اللعيبه، المدرب مش هينزل يلعب، مجلس اداره مش هينزل، الجمهور مش هينزل يلعب، اللعيبه طبعا. كارتيرون يتحمل قد ايه من خساره امبارح؟ 50 و50. يعني انا ممكن اقول 50 الخطه، يمكن كان حاسس ان طالع الجيش فريق مش قوي. انا شايف برضو ان كابتن طارق يحيى وجوده الفتره اللي فاتت في جهاز نادي الزمالك على فترات متباعده، الموضوع ده سهل له كتير قوي ان هو يبقى حافظ او فاهم فريق الزمالك بيلعب ازاي، نقاط ضعفه ايه، اكتر اماكن قويه عنده في المكان في الملعب. يعني شايف ان دي كانت يعني سهلت لكابتن طارق كتير. احنا مهما يعني بنكن الاحترام لكل المدربين، بس طبعًا. مهما تكن حافظ، انت معاك ادوات فاهم او فاهم، انت معاك ادوات مش بتتحطش ابدا في الكفه، يعني لو التانيين فايقين مهما انت عملت مش هتوصل لنتيجه. طبعا. فهل انت شايف ان كابتن طارق ايه هيحسب له المكسب امبارح؟ يعني بالنسبه ولا لسوء اداء الزمالك؟ لا لسوء اداء الزمالك. بس برضه كابتن طارق برضه نديله حقه، حتى لو هنقول 20%، لان برضه لا هو طبعا لا اكتر من 50% كمان. أقصد لا 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 هي النفسيه اللي لعبت، ايوه هي يعني دي، هي دي اللي انا اقصدها. لا لا اقصدها بس بس فنيا والشغل في الملعب ده ما يلحقش. لا طبعا هو لسه ماسك يعني. انما ان انت تفوق لعيبتك والفرقه ما كسبتش ولا مباراه، ولما تيجي تفوز على نادي الزمالك طبعا ده شيء صعب ويحسب له. يعني لو قلت لك احنا داخلين على يناير والزمالك ما عندوش الا مكانين، انا شايف ان قائمه الزمالك على الرغم من فيها 28 29 لعيب، لكن انا حاسس ان الفرقه فاضيه من كل يعني في اماكن كتير قوي في الملعب. تمام. انت شايف التدعيمات الضروريه للزمالك ايه دلوقتي عشان حتى بطوله افريقيا؟ بخبرتي في المجال ولا عامه؟ لا بخبرتك في المجال. مش خبرتي في المجال، انا شايف ان الزمالك محتاج دعم نفسي ومادي قبل اي لعيب، لان انت اي لعيبه هتجيبها من بره مهما كانت مش هتبقى افضل من اللعيبه الموجوده. يعني نادي الزمالك الفتره اللي فاتت كلها المواسم الماضيه كلها كان ماشي كويس لان كان في استقرار مادي. يعني الفتره اللي كنت بلعب فيها لغايه انا يعني بعتزل من سنتين، الفتره اللي كنت بلعب فيها قبل المستشار مرتضى منصور، يعني انت تحسب له من الاجابات اللي هو عملها ان كان في استقرار مادي. الفتره اللي ظهر فيها مشاكل ماديه الفتره اللي فاتت بدات النتائج في تذبذب، زي ما حضرتك شايف يخسروا مثلا مازيمبي يكسبوا بعدين يخسروا يكسبوا بيراميدز يخسروا من مازيمبي،
بقى في تذبذب. هي لعبه بيراميدز يعني الاثنين ميتشو وكالدرون يكسبوا بيراميدز من هنا وتحصل لعبه. عشان الموضوع بقى بيراميدز دلوقتي يعني انا شايف ان برضو موضوع بيراميدز دوت هنبقى نتكلم فيه بعدين ان الموضوع فريق بيراميدز ده خلل الدوري طبعا. يعني كان في اهلي وزمالك بس مصري واسماعيلي بقى في بيراميدز دلوقتي اهلي وزمالك وبيراميدز. ارجع للنقطه اللي حضرتك طبعا او السنه دي ما شاء الله عليه ارجع برضه للنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها. انا شايف ان موضوع الاستقرار المادي ده قبل اي دعم. يعني حضرتك لو جبت استقرار مادي لاي فريق فريق بيراميدز مثلا ناجح لو هتكلم على الاسامي لا طبعا الزمالك اعلى بس في استقرار مادي فالفريق ماشي ناجح. الاتحاد السكندري طول الفتره اللي فاتت كان على طول بينافس على البطوله المواسم اللي فاتت دلوقتي بدا يبقى في ثبات لدرجه ان هو عمل هو ده اللي مقصود طبعا الاستقرار المادي ده هيئه مناخ ان يسيب المدير الفني يشتغل ما تدخلش في شغله بوفر له كل اللي هو عايزه وقبل امكانيات النادي طبعا وقبل الدخول في شغله الاستقرار المادي. الاستقرار المادي خلى الاتحاد السكندري بعد ما كان بينافس على الهبوط بقى اول الدوري. ده ماتش قمه الماتش اللي جاي بس طبعا. طيب برده ما قلتليش لو انت بخبرتك الكرويه الزمالك محتاج مين دلوقتي كلاعيبه سيبك من خلاص الاستقرار المادي ولنفسه كافراد يعني والله انا شايف ان لازم يبقى في لعيب في نص الملعب مكان طارق حامد. انا شايف طارق حامد الفتره اللي فاتت انا احساسي يعني داخل ان هو عايز يمشي سنه يعني عمل كل حاجه تقريبا في الفتره اللي فاتت كاس عالم وافريقيا كل حاجه انا شايف ان هو عايز يامن مستقبله ان هو يطلع السعوديه يطلع اي بلد يعني طارق صاحبي جدا فانا شايف ان هو عايز يخرج فلازم يبقى في مكان حد مكان طارق في نص الملعب ده واحد مصطفى محمد انا شايف طبعا مفيش غيره لا انا شايف ان هو كويس بس لازم يبقى له بديل اي لعيب لما بيحس ان هو يعني لوحده مش هينفع لا وحتى الدنيا كلها بتتكلم عليه وبدا يفوق غصب عنه عارف ان هو كده كده هيبدا الماتش اللي جاي فهيقل فانا شايف ان هو لازم يبقى مكان في نص الملعب وفرود وطبعا انا عواد طبعا يعني جول كويس بس انا مش ده عواد اللي انا اعرفه يعني انا الزمالك عنده وفره في حراسه المرمى يعني لا انا اقصد ان عوده جنش هتفرق جدا مع الزمالك مع احترامي لعواد طبعا. طب الزمالك محتاج باك رايت ولا والله مش ده المهم المهم الحاجات يعني الباك رايت لو زي حضرتك تشوف الاهلي يخرج مثلا وحيد باك ليفت يودي مكان احمد فتحي الاماكن دي مش مؤثره قوي الاهلي عنده لا يعني عنده احمد فتحي يروح لكن الزمالك ما عندوش يعني شفنا محمد عبد السلام اتقطع بلغه الكوره امبارح تمام بس اقصد ان المكان ده مش هيبقى مؤثر قوي ممكن هو يوظف له اي حد في الملعب انما اقصد الاماكن المؤثره نص الملعب والفرود بس انا شايف انا اكتر مكانين شايفهم نص الملعب وفرود تمام. معانا مداخله من الاستاذ سعيد حسن من القاهره. استاذ سعيد مساء الشنطره. الشنطره يا كابتن حبيبي ربنا يخليك كل سنه وحضراتكم طيبين وانت بصحه وسلامه. معانا طبعا الكابتن محمد ابراهيم طيار. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير استاذ سعيد منور الدنيا كلها والله ربنا يخلي حضرتك يا رب تسلم لي وحشنا والله ربنا يخليك يا استاذ سعيد تسلم الله يخليك ربنا يخليك يا باشا كل سنه وحضرتك طيب حضرتك طيب يا حبيبي ربنا يخليك استاذ سعيد معاك يا كابتن شايف هزيمه الزمالك امبارح مين يتحملها؟ اكيد طبعا مليون في المية اللعيبه يا كابتن. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي يعني مبسوط زي كابتن محمد وقاعد قدامي دلوقتي. انا اهلاوي بس دي مالهاش دعوه برضك بالزمالك او الاهلي احنا بنتكلم كلاعيبه. هو دلوقتي بص الكوره دلوقتي غير الاول يعني دلوقتي اللعيب اهم حاجه عنده المبلغ الفلوس الاكتر الكلام ده كله يا هو بيلعبوا كورة في حب الكورة زي الأول صح تمام يعني تمام بس أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعيد حبيبي شكرا الأهلي مع فايلر ما شاء الله نمسك الخشب طبعا أنت مبسوط طبعا. ست انتصارات ما اتحققتش من 2004 2005 بداية ولا مع أحسن. أداء مع أداء مع غزارة تهديفية مع انسجام مع تناغم مع فوقان اللي أنت عايز تقول قول أيوة الصراحة لا والله مش عشان النادي الأهلي وكهرباء كمان جه والدنيا يا لا مش عشان كده خالص والله انا بالنسبه لي خد بالحركه انا اكتر جمهور بيقابلني يعني انا قصتي ان انا من وانا صغير اتولدت لقيت نفسي في ناشئين الاهلي من 8 سنين لغايه 19 سنه فانا اتولدت لقيت نفسي اهلاوي انما اكتر جمهور بيقابلني او تقريبا عشان كنت ببقى فايق على طول على الزمالك ما اعرفش بقى اكتر جمهور بيقابلني هي مصر كلها فايقه على الزمالك مش عارف انا ليه. مش عارف ايه والفرق كلها اول فرق ماتش ده بتكسب الزمالك احترام نادي الزمالك كل اللعيبه بتاع الزمالك بيجوا بس انا والله انا اقسم بالله انا بعشق جمهور الزمالك جدا وبحبوه بحبه جدا وانا حتى عندي على الفيسبوك مثلا ممكن 95% منهم زمالك ف نرجع لموضوعنا موضوع الاهلي تدعيم كهرباء لا انا تدعيمه ولا نتكلم على فايلر تمام انا كمان فايلر انا شايف ان هو ذكي جدا ان هو اول حاجه انا شايف ان هو نجح نفسيا جدا دي اصعب حاجه مع اللاعب المصري ان انت تقدر تنجح فيها نجحت نفسيا تنجح المنظومه كلها يعني مثلا شيكا الفتره اللي فاتت شيكا مش فايق اكتر فتره الناس كلها تركز مع شيكا كان فايق ربنا يشفيه طبعا لما كان كابتن حسام حسن موجود ليه
عرف يتعامل مع نفسه. محمد ابراهيم نفس القصه بتاع الزمالك. في لعيبه في الزمالك بالذات ما تجنبيه عايزين سنة. نفسي حد يعرف ياهلهم. تمام. شيكابالا كان معايا في المنتخب العسكري 14 سنه، فانا عارف نفسي دي يعني ايه. فهو نجح نفسي حتى الفتره اللي فاتت، تلاقي رمضان صبحي مش هو رمضان صبحي، حسين الشحات مش هو حسين الشحات قبل كده، كل هو بيفوق اللعيبه. وليد سليمان بدا يفوق ويجيب اجوال ويجيب هاتريك في الجونه، حاجات كده. اي حد بيخش جوه المنظومه شايفه بينصحي. تمام. شايف ازاي بقى وجود كهربا في الاهلي؟ كهربا هيبقى اضافه طبعا، طبعا كهربا اضافه لاي مكان. وبعدين كمان كهربا رايح عشان، وبعدين محطوط عليه ضغط كبير ان هو يعني جمهور الزمالك مستني له ان هو يفشل. فده هيبقى الموضوع ده هيبقى معمول عامل ضغط عليه ان هو يبقى كويس. فهو كده او كده في جميع الاحوال هيبقى كويس، غير ان هو لعب كويس اصلا. فانا شايف ان ضغط ان هو يمشي من نادي الزمالك بالطريقه دي ان هو هيبقى كويس. الاهلي محتاج صفقات ثانيه في يناير؟ انا شايف ان الاهلي محتاج فيرود، يعني اجاي مع احترامي اجاي لاعب كبير ولاعب جامد، بس هو مش سترايكر صريح، مش فيرود صريح. فهو محتاج فيرود يعني افريقيا، او محتاج فيرود. هو ما فيش فراوده مصريين دلوقتي يعني متاح، مفيش غير مصطفى. انا شايف انه محتاج يعني، سمعت ان هو ابو نجاح تقريبا، سمعت لا لا ابو نجاح استحاله يا كابتن محمد، ما تضحكش على بعض. لا انا سمعت الكلام اللي بيصير في السوشيال ميديا. لا انا سمعت، انا بقول حركه اسمها ليكي اللي هو في لاعب لوزيرن السويسري ده الاهلي بيتفاوض معاه، ده بناء على طلبات مستر فايلر. تمام. افضل لاعب هذا الاسبوع من وجهه نظرك هل هو احمد رفعت ولا عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد. افضل مدرب هذا الاسبوع من وجهه نظرك هل هو الكابتن طارق يحيى ام الكابتن او البروفيسور طلعت يوسف ام مستر فايلر؟ هو كابتن طلعت اتعادل الاسبوع ده، فهنقول لا كابتن طلعت كسب 3-2 كسب الماتش. لا الماتش اللي قبليه تعادل 0-0 اسكندريه مع طنطا. احنا بنتكلم على الاسبوع ده. لا انا اقول كابتن طلعت بقى، مش كل حاجه فايلر. يستحق بصراحه، راجل بيعمل في صمت موسم زي الكتاب ما بيقول الصراحه. كاس العالم للانديه النهارده الهلال السعودي كان كسبان 1، خسر في الشوط الثاني 3-1 من فلامينجو البرازيلي اللي حجز مقعده، وغدا ليفربول اللي طبعا كلنا بنشجعه عشان نجمنا طبعا محمد صلاح بيواجه مونتيري المكسيكي. شايف الماتش ده ازاي لليفربول، وهل ليفربول قادر على الفوز بكاس العالم للانديه خاصه بعد خسارته منذ لحظات في كاس الرابطه بالناشئين طبعا امام استون فيلا 5-0 ونجمنا احمد المحمدي احرز هدف في الخمسه؟ تمام. طبعا انا شايف ان ليفربول فريق متكامل، فريق بقى له موسمين هم تقريبا التشكيل، يعني ما بيتغيرش لحاجات بسيطه جدا يعني. فانا شايف ان طبعا وموضوع الخساره المباراه اللي فاتت دي ممكن يعني شايف انها تديهم حافز ان هم يكسبوا بطوله زي دي. وبعدين كلوب محتاج ان هو يكسب بطوله، هتفرق معاه ان هو الفتره اللي فاتت دي بيحاول ان هو يزود بطولاته ان هو يقرب من مورينيو والمدربين دي. فانا شايف ان دي فرصه مباراتين ببطوله، فانا شايف ان هو طبعا دي فرصه مش هيسيبها طبعا. النهارده الترجي التونسي حقق اول انتصار ليه في كاس العالم للانديه على مدار تاريخه، يعني خد كسب 6-2، كسب نتيجه كبيره جدا على السد بقياده تشافي، واللاعب الليبي حمدو الهوني احرز هاتريك، وتساوى كده بقى يعني اللعيبه اللي احرزت هاتريك في كاس العالم بقت جاريس بيل ورونالدو وسواريز، وبقى معاهم حمدو الهوني نجم الترجي اللي حصل على المركز الخامس. تحب تقول ايه عن الموضوع ده؟ والله انا شايف ان يعني الـ 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 يعني الموضوع ده بيضايقني جدا ان الفرق الـ الـ العربيه بالذات لما بتوصل كاس عالم الانديه، يعني انا نفسي ببقى شايف ان الكره بتاعتنا برضو قريبه من الكره كره امريكا الجنوبيه، او الفرق بتبقى موجوده دي، او فرق اوروبا ريال مدريد. حاسس ان احنا ممكن نعدي يعني، ممكن نوصل اكتر من كده، ممكن نفوز ببطوله. زي حضرتك بتشوف هي معروفه، بيجي مثلا فريق زي ليفربول بيجي يلعب ماتشين يكسب. مع ان بيبقى لو انت حتى شفت الاداء زي النادي الاهلي مثلا قبل كده الفترات اللي فاتت لما كانت في اليابان، تحس ان النادي الاهلي بيعمل كل حاجه بس ما بيكسب يعني، ما بيوصلش للنهائي يعني. انا شايف ان يعني نفسي يبقى اداء الفرق العربيه مشرف اكتر من كده. ندخل بقى معاك على القرعه الناريه بتاع دوري الابطال. عايز اعرف رايك وتوقعاتك في هذه اللقاءات الصعبه، وهبدا من اللي المصريين كلها مستنياه، ليفربول يواجه اتلتيكو سيميوني، وانت عارف يعني ايه سيميوني في الكوره. طبعا. لا ليفربول هيكسب ان شاء الله. هل المباراه هتكون مفتوحه وليفربول هيقدر يكسب بسهوله، ولا انت شايف ان المباراه هتبقى شرسه؟ لا مفيش حاجه في اوروبا يعني مضمونه او بسهوله. الناس دي بتخطط وبالورقه والقلم يعني بالحرف زي ما بيقولوا يعني بالبلدي كده. لا المباراه هتبقى صعبه طبعا، وبعدين اتلتيكو فرقه مش سهله يعني، فرقه رخمه يعني طبعا، مع الفرقه ما شبهها هنا بالداخليه لما كانت موجوده، ودلوقتي دلوقتي حرس الحدود دلوقتي زي المباراه. لا بس الداخليه كانت بيرصوا، فاتلتيكو طبعا لا فرقه مش سهله. بس انا يعني ليفربول عنده الادوات اكتر ان هي تخليه يكسب. السيتي وريال مدريد. والله انا شايف ان السيتي الفتره اللي فاتت بيمر برضه باداء متذبذب، انعدام وزن، يكسب مره يخسر مره. مش ده المان سيتي كان منزل في اول دقيقتين جول على طول. انا شايف ان المان سيتي يعني
عنده الطموح اكبر ان هو يكسب، وبالذات ان ريال مدريد الفتره اللي فاتت كمان بعد استبعاد بعد ان كريستيانو مشي وراح اليوفي، زيدان تخصص دوري الابطال ما فيش مشكله، بس كان معاه ادوات، كان معاه كريستيانو. برشلونه ونابولي بعد وجود كاتوزو دلوقتي على راس الاداره الفنيه، شايف برشلونه الماتش. برشلونه ما لهمش كتالوج. مباراه من العيار الثقيل، تشيلسي وبايرن ميونخ. لا انا شايف الباير. توتنهام بعد التعاقد مع مورينيو طبعا مع لايبزيج الالماني، مفاجاه الدوري هذا الموسم ومفاجاه دوري الابطال، شايفها ازاي؟ دي المباريات دي بقى اللي هي ما تفهملهاش حاجه. المباريات دي انت يعني توقعاتها بتبقى صعبه، بس انا شايف ان يعني مورينيو هتبقى خبرته يعني هتفرق كفته يعني. وتوتنهام فرقه مش وحشه. اه طبعا، لا وخبرته هتفرق في ان هو لعب اوروبا كتير وماتشات كتير. دورتموند مع البي اس جي، باريس سان جيرمان، مباراه صعبه. باريس سان جيرمان، انا حاسس ان باريس سان جيرمان يعني الفتره اللي فاتت مع عوده نيمار برضو يكسبوا يعني. ليون ويوفنتوس. اليوفي طبعا. اخر مباراه بقى انا خليتها اخر مباراه لان هي اضعف تقريبا مباراه، اتلانتا الايطالي مع فالنسيا الاسباني. فالنسيا. سريعا، رايك في بيراميدز واللي عمال يخسر يخسر يخسر، ايه اللي بيحصل؟ بيكسب هو والمصري بيكسبوا افريقيا ومحليا، الاثنين عاملين يخسروا. الموضوع بتاع الكونفدراليه ده، او لما نادي يلعب بطولتين، النادي الاهلي او الزمالك لما يلعب بطولتين اداؤه بينزل. تخيل بقى حضرتك فريق ما عندوش خبرات. يعني نادي الاهلي لو حضرتك تفتكر الموسم الماضي كان في اول الموسم كان ماشي لغايه لما الزمالك بدا يلعب هو كمان بدا مستواه ينزل. بس فانا شايف ان الحاجات دي بتاثر بالسلب على اللعيبه. اخيرا سريعا، توقعك لمباراه القمه ما بين الاهلي وسيد البلد في يوم الاثنين القادم، اول وثاني الدوري سريعا. لا انا شايف الخبرات هترجح كفه الاهلي يعني، مع احترام نادي الاتحاد. الاهلي والاسماعيلي يوم الخميس. الاهلي والاسماعيلي. الاهلي. الطياره اقلعت بسرعه وانت جيت متاخر. طبعا شرف ليا، شرف. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شرف والله. اشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. لازم ومهم وضروري تستنوا الحلقه الجايه من برنامجكم الكوره مع الشنطوري على وعد مع نجم جديد، وان شاء الله كابتن محمد طياره هيكون نجمنا في حلقه جديده ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.